يعني اما الكره بتجيله ويبقى كده بيتعزم ويشوط على الجون بتقول الكره دي رايحه. لا بنغمض عينينا وعارفين ان هي رايحه الأن طبعا، يعني معتز زينو اكيد طبعا. كابتن معتز زينو معانا على التليفون، مساء الخير يا كابتن معتز. حبيبي يا سمر، عامل ايه؟ حبيبي ازيك، اخبارك ايه؟ كابتن محمود معاك، اتفضل. حبيبي اينو، ما انت برضه سمر، ما انا بسلم عليك. احنا الاثنين صحيح. صحيح، احنا الاثنين تمشي. اهلا بيك يا كابتن معتز، منورنا. ربنا يخليك، شرف ليا ان انا موجود معاك ودايما منورين، منور محمود سمير، منور النجم بتاعنا الحريف. حبيبي اينو مدفعجي. حبيبي ربنا يخليك، وحشني يا حوده والله. حبيبي وانت والله، انه يعني من اللعيبه المهمه جدا في تاريخ مصر كلها معتز اينو، يعني نجم من نجوم الشويطه اللي لا تسك، يعني ما تقدرش تنساه، يعني طبعا. هو من اللعيبه، يعني تيجي تقول مثلا كابتن حمزه الجمل، كابتن محمود ابو الدهب، وتقول معاهم معتز اينو، من اللعيبه المدفعجيه يعني. طبعا ذكرى. حبيبي يا حوده ربنا يخليك. ذكريات جيل مهم جدا وما ننساهوش يا كابتن معتز للنادي الاهلي، وبتهيألي بينك وبين كابتن محمود جوه الملعب وبره الملعب لقطات كتير جدا. طبعا. لا محمود كان يعني من الناس المؤدبه جدا والمحترمه جدا، واحنا كنا في الاهلي، ولما النادي الاهلي اشترى محمود من الترسانه كان ساعتها هو مكسر الدنيا في الترسانه. ومحمود من، يعني مش بقول كده والله عشان هو موجود معاك او في القناه، لا محمود من اللعيبه، من امهر اللعيبه اللي جت يعني مصر. يعني الكوره في رجله، كان هو حتى لما جه قال لك الصفقه دي ده خليفه ابو تريكه ساعتها. حقيقي انا فاكر. احنا كنا في فاحنا كنا ساعتها في الاهلي كنا منتظرين بقى محمود سمير وبتاع، فلا لعيب لعيب هايل طبعا، وكان اضافه لينا، وحضر بقى كمان مع النجوم بقى العمالقه ابو تريكه وبركات والجمعه الجيل العظيم ده اللي حقق بطولات كثيره. فمحمود كان ليه النصيب اللي هو يشارك ويحقق بطولات كثيره مع النادي الاهلي، وخد بطولات كثيره مع النادي الاهلي. فهو يمكن هو كمان يمكن يحكي لك بقى على بطوله 2008 بتاعت القطن الكاميروني، فدي كان فيها برضو مواقف كثيره وكان فيها حاجات كثيره دي. طب انت تفتكر لنا منها بقى كابتن معتز وانت معانا على التليفون. عايز اقول لك بس عشان هو ما يهربش منك، هو من اخف دم لعيبه في مصر. طبعا كابتن معتز. اينو هو واستاكوزا، يعني من اخف دم لعيبه تقابلهم في حياتك. ايه قصه القطن؟ لا ده القطن الكاميروني كان ساعتها احنا كنا داخلين على مباراه القطن الكاميروني دي اللي احنا كسبنا فيها اثنين، كابتن شادي محمد واحمد حسن، كابتن احمد حسن، وكان ساعتها كابتن احمد حسن فاكره سمير، وكان عامل لنا احنا مكافاه للناس اللي هم يعني الشباب بقى، عارف كان في ساعتها الناس الكبيره النجوم ابو تريكه وبركات وكابتن احمد حسن شادي والجمعه، وكان في بقى الشباب بقى احمد السيد، اينو، سمير، محمد سمير، حسام عاشور، احمد علي منعم. فده كان هو بيحفزنا دايما كابتن احمد حسن، وقال لنا انا هديك انا كمان مكافاه لو خدنا البطوله. فاحنا كلنا عارف كنا بننزل التمرين يعني مش عايز اقول لك، كان التمرين بيطلع شرار. فكنا فعلا والله فعلا بنتمرن، وكنا مركزين جدا ان احنا عايزين نعمل حاجه طبعا للنادي وحاجه لينا، وكنا بقى مركزين كمان في المكافاه اللي احنا هناخدها، عارف كانت دي اهم حاجه عشان نرجع مبسوطين. غير بقى اللي طبعا كان في محبه بقى، الموضوع كان مختلف خالص، كان في محبه بقى وانتصار بس احنا كنا بنقدر نفصل بقى بين الماتشات وبين التمارين وبين الضحكه وقت يعني الهزار والضحك. بس قول لي يا كابتن معتز، عشان انت يعني لفت نظري انه كان في اجيال مختلفه في التوقيت ده في النادي الاهلي، انتوا كلاعبين صغيرين جوه الملعب يعني بتتعاملوا ازاي مع الكباتن الكبار؟ بتتعاملوا ازاي مع تريكه؟ احنا كنا الجيل الوسط مش صغير، كان في جيل بقى اصغر مننا، كان عمرو ورده معانا، كان عمرو جمال، سعد التمير، ايمن اشرف، ودول انت اللي كنت بتديهم مكافآت؟ يعني انت كنت بتوعدهم بمكافآت؟ لا احنا كنا بناخد بس لا نقبض بس. هما كانوا بص ثلاث فئات، الكبار قوي، وبعدين الوسط احنا الشباب، وبعدين الصغيرين لسه طالعين من الصعيد، شهاب، وهشام محمد، احمد شكري، عمرو جمال، ده الجيل اللي كان لسه طالع بقى الصغيرين. بس احنا بقى كنا بناخد، بس احنا كنا بنعلم الناس الثانيه تاخد ازاي بعدين. بشكرك شكرا. انا عايز اقول لك كان يعني الجيل ده بجد كان طبعا الواحد بيحسد نفسه اللي هو كان حقيقي. مش عايز اقول لك يعني شارك مع الجيل ده والناس المحترمه دي وحقق بطولات للنادي الاهلي كتيره. طبعا طبعا الواحد بيحمد ربنا اللي هو عاشر الناس دي، وبتمنى لمحمود سمير التوفيق، وهو من اللعيبه المؤدبه جدا جدا وشخصيه محترمه جدا، بتمنى له كل التوفيق في حياته. حبيبي اينو ربنا يخليك، وسعداء بسماع صوتك كابتن معتز، ونتمنى نشوفك، والروح اللي انت بتحكي عليها وبتتكلم عليها دي، يعني الموضوع انا فاهم ان الكوره طبعا امكانيات ومهارات وانسجام ولياقه والكلام ده كله وتاكتكس ومدير فني، بس مهم جدا ان الروح دي تبقى بتجمع الفريق الواحد عشان يقدر يحقق الكم الكبير جدا من البطولات. حبايبك كتير يا كابتن محمود.